بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شقرات الموت والنذاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا ربنا بسوء الخاتمة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.